سبع معلومات عن يوم عاشوراء. 1- هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من الغرق بمعجزة شق البحر. 2- هو يوم من أيام الله العظيمة لتعيش يوم كامل مع ذكرى تزود يقينك بقدرة الله على تحقيق أمالك وأحلامك لنفسك ولبلدك. 3- حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: نحن أحق بموسى منهم، وأمر الصحابة بصيامه. 4- يقول عنه النبي: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. 5- هدف صيام ذلك اليوم أن تتذكر عظمة وقدرة الله، فتتمنى بعد أن تبذل كل جهدك أن يريك الله آية عظيمة تحقق لك ما كنت تظن مستحيل. 6- قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: لئن أحياني الله للسنة القادمة لأصومن تاسعاء وعاشوراء، وذلك من شدة حرص النبي على صيامه والاحتفال به. 7- دعاء يوم عاشوراء قريب للإجابة، فادعو وأنت متيقن من إجابة الله لدعائك في هذا اليوم العظيم. انشرها لتأخذ ثواب كل من يصومه معك.